فضيلة الشيخ حفظكم الله، رجل أخذ مبلغ من المال، إن رجل غني الدين، رجل غني، رجل أخذ مبلغ من المال، إن رجل غني غني الدين، فقبل حلول مدة مات صاحب المال، وهل يرد المال إلى أهله؟ الدائن أو المدين؟ الدائن. فهل يرد المال إلى أهله علما بأنه يخشى أن لا يصل المال إلى جميع ورثته، وقد يعني يتلفون هذا المال؟ وإذا كان كذلك فهل بإمكانه أن يتصدق بمال نيابة عنه؟ جزاكم الله خير. نعم، هذا رجل استدان من شخص دينا، قرضا أو ثمن مبيع أو أجرة عقار أو شيء، ثم مات من له الحق، فماذا يصنع المدين؟ نقول يجب عليه أن يوصل الحق إلى الورثة، يجب أن يوصل الحق إلى الورثة. فإذا قال الورثة متفرقون، واحد في مكة، واحد في المدينة، واحد في الرياض، واحد في مكان آخر، نقول اذهب إلى المحكمة وتحصل الإرث وسلم كل إنسان ما يستحقه من الميراث. وإذا كان لهم وكيل ثابت وكالة شرعية فأعطها الوكيل جبرا منه. ما عليه منه، ما عليه منه، هذا مالهم، هذا مالهم، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء من معاصيهم، لأن هذا مالهم. نعم.